انا عارف انك سمعت من ناس كتير قد ايه الايفون 15 برو ماكس ده موبايل فاشل. الايفون نفس الشكل بقاله 4 سنين يا ابني. قبل بتضحك عليكو، انتوا فرحانين على ايه؟ اليو اس بي سي موجود في الاندرويد بقاله 10 سنين. الحق الموبايل طلع بيولع. او يا عم تايتانيوم طلع بيتكسى. طبيعي لما تسمع الكلام ده بيتردد من اكتر من مصدر تصدق ان دي حقيقة، بس الحقيقة اللي مجرب بس هيدركها ان ده ايفون طفرة ونقلة نوعية وعملاقة في حاجات كتير قوي مقارنة بالجيل اللي قبله. يلا بينا نبدأ المراجعة التفصيلية للآيفون 15 برو ماكس. ازيك يا جماعه، معاكم ايه؟ بقالي شهر بستخدم الايفون 15 برو ماكس، وفيديو النهارده هو خلاصه تجربتي. هقول لكم ليه انا شايفه موبايل طفره بدون اي مشاعر حب او كره. كل حاجه هقول لكم عليها لها سبب. هدفي ان اخلي الفيديو ده فيه الشرح الوافي الشافي لكل تساؤلاتك، عشان تعرف هل لو معاك الايفون 14 برو ماكس او اي ايفون قبله يستحق انك تطور ولا لا، وهل اصلا الايفون 15 برو يستحق لقب برو؟ يعني التطويرات اللي حصلت للبرو والبرو ماكس تستاهل، ولا تبص على ال 15 العادي وال 15 بلس احسن لك؟ وعشان الفيديو ده تفصيلي جدا وانا بغطي فيه كل النقط اللي ممكن تحتاج تعرفها، عشان كده انا مقسمه لك شباتر عشان تنط على السكشن اللي انت عايز تسمعه او تعرف رايي فيه او تجربتي معاه عامله ازاي في اي وقت. وانا متاكد ان ممكن تكون اكتر حاجه زعلت الناس من الموبايل ده هي سعره. هشرح لكم الموضوع ده في الاخر، بس خلينا فاكرين ان الجهاز لسه جديد ولسه سعره هينزل عن كده كمان. ومن اكتر الاماكن اللي هتديك افضل سعر كاش للايفونات في مصر هو دريم ستور. دريم ستور بقى عندهم ايفونات جديده، ايفونات قديمه، الايفونات الريبليسمنت اللي اتكلمنا عنها قبل كده، كله موجود وباسعار ممتازه وهدايا خاصه جدا. لو رحت لهم وقلت لهم انك جاي من طرف القناه هتاخد شاحن اصلي من انكر 20 واط. دي حاجه تنفع جدا عشان الايفون دلوقتي ما بيجيش بشاحن زي ما انت عارف، فما تفوتش الفرصه دي. لينك الويب سايت وصفحه الفيسبوك تحت الفيديو في الديسكربشن. خلينا يلا نبدا، وكالعاده هنبدا بالتصميم. الكلمه اللامعه السنه دي هي التايتانيوم، الخامه الجديده الحصريه للايفون البرو. السنه دي حالفني الحظ ان اجرب كل الالوان، ولكن بالتاكيد افضل لون هو الناتشورال تايتانيوم. يعني قعدت كتير قوي عشان اعرف اتحصل عليه الصراحه. ده اللون الوحيد اللي حسيت فيه ان التايتانيوم شكله حلو، وده لون التايتانيوم الحقيقي، يعني مش مطلي اي لون، وده يختلف عن اللون الازرق والاسود اللي واخدين طلاء واضح ممكن يزال بالتجاريح. لكن الفريم هنا حتى لما اتجرح مني شكله مش سخيف، والتسريحه بتاعه الفريم هنا شكلها حلو قوي، والظهر الرصاصي الفاتح المصنفر واخد سنه صفار عامله زي كفرات السيليكون لما مع الوقت تصفر. ده كله ممكن يكون مش مهم بالنسبه لك، اهم حاجه ان الفريم التايتانيوم ده بقى مكرف شويه، والجهاز بقى اخف في الوزن بشكل ملحوظ. سيبك من الارقام، دي اكتر حاجه فرقت معايا خلال الشهر. تخيل، انا اكيد مبسوط بالكاميرا، اكيد مبسوط بالشاشه، اكيد مبسوط بالاداء، بس الجسم والملمس والوزن دي الحاجه اللي انت بتحس بيها كل يوم اول ما تمسك موبايلك. بعد ما استخدمت الموبايل ده لمده شهر ورجعت استخدم ال 14 برو ماكس، لا الفرق كبير، والكيرف البسيط اللي في اطراف الشاشه مخلي السوايبس والايماءات امتع كتير واسهل. كل حاجه ما عادتش فلات بالمسطره زي الجيل السابق، ده بتحس بيه على فكره حتى وانت مركب الكفر، والكيرفات البسيطه اللي في الاطراف دي هي السبب في ان الموبايل ده بيتكسر بسهوله اكتر من الاجيال اللي فاتت. ويا جماعه لازم تعرفوا الفريم التايتانيوم هو الفريم بس، الظهر لسه ازاز والوش لسه ازاز، وبقى ازاز مكرف فاكيد هيتكسر بسهوله اكتر. ولو بتستخدم موبايلك بشكل طبيعي الخبطات الخفيفه مش هتكسر الظهر، وانا كده افضل الكيرفات البسيطه اللي حصلت دي عشان انا بمسك الموبايل كل ثانيه لكن مش بوقعه كل ثانيه. ولو بتوقع موبايلك كتير قوي كده يعني حط كفر. ابلغت الكفرات الجلد السنه دي من ضمن سياستهم في التسويق انها شركه بتحافظ على البيئه، واستبدلوا بكفر جديد اسمه فاين ووفن. ده المفروض ان هو يعني مش بيدور البيئه تماما، ملمسه من القماش شويه كده، يمكن اقرب لخامه الجينز. هو حلو الصراحه بس فعلا بيتوسخ بسهوله قوي، ولما بيتوسخ بيبقى شكله فعلا وحش. الجلد لما كان بيتوسخ بيبقى شكله افخم كتير، ولكن اكيد لسه عندك الكفر السيليكون العادي جدا من احسن الكفرات اللي ممكن تشتريها للايفون. هو غالي شويه بس يستاهل. ولو بتحب تمشي بموبايل عريان وتكسره ف يعني عندك خبر سار ليك انت لوحدك، وهو ان الظهر تكلفته في التغيير دلوقتي 200 دولار بدلا من 550 دولار. 200 دولار ستيل كتير على حته ازازه هتتغير، ودي حقيقة سياسه وحشه جدا من ابل. ليه بقى؟ لانه ما خلوا الظهر ده سيريالايزد، يعني ما ينفعش تغير الظهر من اي حته غير من ابل. حته ازازه تكلفتها المفروض ما تكونش حتى 50 دولار. الحركه دي تتنافى مع رغبه ابل وادعائها بانها شركه عايزه تحافظ على البيئه، لان لو عايزين نحافظ على البيئه بجد
نطول عمر المنتجات اللي ممكن نستخدمها. فماذا سيحدث لما أبل توقف الدعم عن هذا الجهاز؟ مش عارف أغير الظهر، فمش عارف استخدم موبايل ظهره مكسور، وده هيحصل. أبل هتوقف قابلية التصليح بتاع هذا الجهاز عاجلا أم آجلا، وهترمي طوبته كده كده زي ما بالظبط أنا رميت طوبة الأكشن بوتون. الزرار الجديد اللي طبعا ممكن تخليه يعمل حاجات بسيطة جدا زي انه يفعل الصامت او الفلاش، بس كمية الحاجات اللي ممكن تخلي الزرار ده يعملها بسبب ربطه ببرنامج الشورت كاتس، الحدود هتكون الكرياتيفيتي بتاعتك انت بس. ولكن خليني احكي لكم انا عملت فيه ايه، يعني ده اللي دماغي جابتهولي كأفكار. يعني عملت شورت كات اسمه سوبر اكشن بوتون، لما بتك عليه بيطلع لي منيو فيها اختيارين. اول واحد اسمه ورك مود، ده بيسالني عاوز تشتغل وقت قد ايه. لما اكتب له الوقت بيبدا تايمر، وفي نفس الوقت يفعل فوكس مود انا عامله اسمه كرييت، بيغير الخلفيه بتاع الجهاز بلون احمر وبيمنع اي حد انه يتصل بيا غير عيلتي. واثناء ما التايمر شغال لو اتكيت على الاكشن بوتون يفتح الفيديو كاميرا. خطير جدا صح؟ لو خلص التايمر نرجع للوضع الطبيعي، لو اتكيت على الزرار يطلع لي المنيو مره ثانيه. والاختيار الثاني هنا هو الايربودز، لو اتكيت عليه بينقل اي ميديا شغاله او اي مكالمه الى الايربودز برو، ويعلي الصوت على الاخر ويشغل النويز كانسليشن. انا عملت الليسته دي وانا قاعد بلعب بالموبايل، يعني وانا بكتشف الزرار بيعمل ايه، ولكن لقيت نفسي ان انا بستخدم الموضوع ده بشكل قليل جدا، يعني لان الزرار ده بعيد عن ايدي في معظم الوقت. ولكن هقول لكم على حاجه، انا مبسوط ان على الاقل وانا بركب كفرات دلوقتي موبايلي مش هيتحط على وضع الصامت بالغلط، لانك مش هتعوز ابدا ان الموبايل ده يبقى صامت. انت هتبقى عاوز تسمع كل صوت بيخرج من نظام السماعات الجديد. السماعات هنا في مستوى تاني خالص يا جماعه، معرفش قبل ازاي ما اتكلمتش كفايه على الموضوع ده. سامعين؟ السبيكر احسن بكتير جدا من 14 برو ماكس. مش ممكن قد ايه الفرق ده كله حصل في سنه واحده. انتوا عارفين الصوت هنا عالي جدا لدرجه ان انا بوطي الصوت شويه وانا بتفرج على فيديوهات، يعني مش بخليه على اعلى درجه لانه بيبقى مزعج. وفي حاجه في الايفون الجديد بجد مميزه جدا بالرغم من تفاهتها، مع الرنانات الجديده في iOS 17 والسماعات الاعلى ونظام الهابتك فيدباك اللي بيعمل نقرات تتلائم مع الرنه اللي انت حاططها، بتاخد هنا تجربه تنبيه للاشعارات والمكالمات مميزه قوي عن اي موبايل تاني. والسماعات الافضل مش بس مفيده في ده، لا دي كمان هتعزز جدا من تجربه مشاهده الفيديوهات، لانك هتسمع وهتستمتع بتجربه الدولبي اتموس اوديو من كل المنصات تقريبا، ابل تي في او حتى نتفليكس. الفرجه على افلام ومسلسلات على الشاشه دي بجد ممتعه قوي. مع الشاشه الاكس دي ار اللي بتوصل لسطوع في اقصى 2000 نتس في المناطق المنوره في المحتوى الاتش دي ار بتقنيه الدولبي فيجن، وطبعا دي شاشه الايفون اللي بالوان واقعيه جدا صالحه لتعديل الوان الصور للمحترفين. حتى الان انا ما شفت الشاشه بقى الوان واقعيه اكتر من شاشه الايفون. مفيش شاشه بتديك الثقه دي في ان المحتوى اللي انت بتعدله هنا الناس التانيه هتشوفه على موبايلاتهم بنفس الدقه دي. الشاشه بتيجي بنفس التصميم السنه اللي فاتت مع حواف اقل وكلهم قد بعض بالظبط. يمكن قله الحواف هنا لما تمسك الموبايل ده تتعود عليها بسرعه جدا، بس بمجرد ما تحطها جنب ايفون اقدم سنتين ولا حاجه هتشوف الفرق الكبير جدا في قله الحواف. واكيد الشاشه دي بتيجي بتصميم الدايناميك ايلاند. انا شايف ان لسه الدايناميك ايلاند مش مستغله بما فيه الكفايه من سوفت وير اي او اس، يعني انا عايزها في العادي تظهر الاشعارات مش بس المكالمات، وانا عايز لو اتكيت عليها وهي ما بتعملش حاجه تطلع لي لسه التطبيقات مثلا بسرعة. الحقيقة المطورين عملوا للدايناميك ايلاند قيمة اكتر من اللي قبل عملته. انا كنت مسافر واشتركت في برنامج اسمه فلايتي، بيخليك تشوف معاد الاقلاع والبوابة بتاعتك وصالة كام. معلومات لطيفة قوي انها تفضل ظاهرة قدامك كده طول الوقت وانت بتعمل اي اجراء تاني على الموبايل. تظل اكيد اضافة لذيذة قوي للاي او اس، واستغلال عبقري لعجز التكنولوجيا في اخفاء الكاميرات والحساسات تحت الشاشة. وعلى ذكر الاي او اس، فخليني اقول لكم ان اي او اس 17 هو احسن اصدار للاي او اس من سنين. حاجات كتير قوي اضافت، مثلا الويدجتس على الهوم سكرين وعلى اللوك سكرين بقت تفاعليه، بقيت تقدر تعمل منها حاجات مش بس تكون بتعرض لك منظر وخلاص. واحلى حاجه طبعا الستاند باي مود الجديد اللي بيشتغل لما توصل الموبايل بشاحن ويبقى محطوط بالعرض. انا حاطط عندي الديسك بتاعي شاحن من نيو جرين بيخلي الموبايل محطوط بالماك سيف بالعرض، فشيء مفيد جدا ان هو يبقى محطوط جنبي كده وبيشحن وفي نفس الوقت بيعرض لي حاجات مفيده، وبقى في استفاده حقيقيه من الاولوز اون سكرين. شاشتي بتفضل منوره بمعلومات زي الساعه او ويدجت يعرض لي التاريخ او الكالندر او المهام اللي المفروض اكون بعملها دلوقتي، ولما يجي لي اشعار كده بيبقى مالي الشاشه وبيطلع بانيميشن لذيذ قوي. خلتني اتمنى ان يبقى في حاجه زي كده تنزل الايباد. تخيل لو في اكسسوار زي كده يحول الايباد لحاجه زي هوم هاب زي الامازون ايكو شو او الاختراع اللي جوجل اوريدي عملته مع البيكسل تابلت. يمكن اهم حاجه في الاي او اس الجديد هو الاستقرار.
الاي او 16 كان تجربتي معاه سيئه جدا، وكان مليان باجز مثلا زي لما تفتح الكاميرا اب تلاقي البريفيو قدامك يا اما شاشه سودا يا اما بلوري ايمج كده. خلاص كل ده اختفى. انا سعيد ان اقول لك ان نظام الاي او 17 فعلا مستقر كليا، وما رجعت استخدم الايفون كموبايل رئيسي بجد. يا جماعه الحياه مع الابل ايكو سيستم حلوه قوي. انا عارف ان دي حاجه ما ينفعش نتكلم عليها في فيديو زي ده، بس الموضوع حلو لدرجه اني عايز اعمل فيديو تاني عن الابل ايكو سيستم. هي كل منتجات ابل في 2023 خطيره، وفكره ان موبايلك بيفتح الساعه والساعه بتفتح الماك والايربودز دايما كونكتد على كل الاجهزه، والانتقال بين الكونكشن ده والايربودز دايما فايقه وعارفه الميديا شغاله من اني جهاز. ده كله بسبب التشيب القويه جدا اللي هي الاتش 2 اللي موجوده في الايربودز برو 2. وبالحديث عن التشيبات بقى، فخلينا نرجع لموضوعنا ونتكلم عن التشيب الجديده اللي موجوده هنا الاي 17 برو. وعود ابل في هذا المعالج ال 3 نانومتر اللي ب 8 جيجا بايت رام وبرو جي بي يو، بيحسسك ان انت هتاخد هنا طفره غير مسبوقه في الاداء. بس الحقيقه بعد شهر من الاستخدام الحقيقي انا مش حاسس باي حاجه. يعني ده نفس البرفورمانس ونفس تجربه الاستخدام اللي هتاخدها من اي ايفون عليه اي او اس 17، او على الاقل اي ايفون عمره مثلا سنتين. انا مراتي معاها الايفون 13 برو بمسكه ما بحسش باي فرق عن هنا، وده مش معناه خالص ان انا حاسس ان الجهاز بيهنج او تقيل، لا كل شيء سلس. هو ده اللي اقصده، ان كل شيء سلس حتى في الايفونات الاقدم، وخاصه الايفونات اللي بتيجي بالشاشه البروموشن واللي هي حتى الان مكمله معانا هنا، توصل ل 120 هرتز وتنزل ل 1 هرتز، فالانيميشن سلسه جدا طول الوقت. وقبل لما يعني قدمت هذا المعالج الجديد قدمته بوعود الجيمنج، وهي حتى الان ما زالت وعود، ويوم ما تتحقق برضو انا كمستخدم مش هتاثر بيها قوي، لان انا عمري ما كنت موبايل جيمر. يوم ما بحب العب بلعب على البلاي ستيشن يعني. انا في رايي قدره الايفون 15 برو والاي 17 برو في تشغيل العاب الكونسول زي اساسن كريد وريزيدنت ايفل هتكون مفيده اكتر للي بيستخدم جهاز زي النينتندو سويتش او الستيم ده، لان ساعتها فعلا لو وعود قبل اتحققت الايفون 15 برو هيكون طفره، لان بشراء كنترولر انت موبايلك تحول لبديل للكونسولز دي. وده يخلينا نحلم ان معالج زي ده او اقوى منه لما يتحط في الكونسول اللي بجد بقى اللي هو الابل تي في، هيبقى عندنا منافس مباشر للبلاي ستيشن. بس خلينا ننسى الاحلام دلوقتي ونركز في المهم. معالج زي ده بالقوه دي محشور في هيكل زي ده، طبيعي هيبقى عندنا قلق من مشكله الحراره واستهلاك الطاقه. طبعا خلال الفتره فاتت طلعت عليه كل حوارات الدنيا، الموبايل ده بيسخن، الموبايل ده بيعاني من مشكله حراره. الحقيقه ان الجهاز بيسخن فعلا زيه زي اي موبايل بيسخن من الاستخدام، وخاصة في حالة التصوير او الشحن. ولازم نكون عارفين كمان ان معالجات الموبايلات دلوقتي مش بس بتشتغل بقدرة عالية لما تكون بتعمل اجراء صعب زي فيديو اديتنج مثلا او كده، او بتلعب العاب، لا المعالج ده بيبذل جهد بجد لما تيجي تصور انستجرام ستوري، وخاصة في حالة الايفون، لان الاي بي اي بتاع الكاميرا وكل اساليب المعالجة بتاع الكاميرا شغالة في كل البرامج. وانا جبت سيرة انستجرام هنا بالتحديد لان ابل طلعت وردت ونزلت تحديث يشيل مشكلة الايه السخون، وقالوا ان اللي حصل ده كله كان بسبب ان في برامج بتستهلك الطاقة بتاعت الجهاز وبتسخن المعالج او بتشغله كتير فبيسخن، وانت ممكن تكون ما بتعملش اجراءات كتير، يعني الموضوع بيحصل في الباك جراوند، وخصصوا بالتحديد برنامج انستجرام. انا رايي ان المشكله فعلا في ال 15 برو ماكس مش مشكله سخونه قد ما مشكله توزيع حراره. للاسف ابل حتى الان ما لقتش حل انها تديفيوز الحراره دي، تشتتها عشان ما تحسش بيها. شركات زي سامسونج مثلا بتحط حاجه اسمها فيبر تشامبر، مش بيمنع المعالج انه يسخن ولا حاجه، لا هو بيسخن عادي، بس انت بتحس بالحراره بشكل اقل. انما ابل مش عامله هنا كده، فانت بتيجي تعمل مكالمه الجهاز يسخن بعد فتره فتحس بسخونه شديده جدا عند خدك، هي دي الحته بالظبط اللي الجهاز بيسخن منها، او ممكن تحس بيها وانت بتلعب جيمز وماسك الموبايل واطراف صوابعك بتلمسه من هنا. اكيد استخدام كفر بيقلل من احساسك بالحراره، ولكن الحراره عامله مشكله تانية وهي السطوع. للاسف برضو زي ال 14 برو ماكس الجهاز ده في اشعه الشمس الحاره جدا بتاع مصر، واكيد الدول العربيه وضعها اسوا، سطوع الشاشه جامد جدا ل 2000 نتس في لمح البصر هتلاقيه نزل، وخاصة وانت بتصور فيديو. دي حاجة محتاجة يعني علاج واضح جدا وشديد جدا من ابل، يعني لازم يحصل. وده اللي حصل في موبايلات زي الايفون 13 برو على فكرة، ما كانش فيه مشكلة في الحرارة زي ما بالظبط ما كانش فيه مشكلة في البطارية، ورجعت ابل لعادتها القديمة وقدمت لنا تطور رهيب في البطارية. ده موبايل يرجع امجاد ال 11 برو ماكس وال 13 برو ماكس. لحظة الادراك بالنسبة لي جات لما استخدمت الموبايل ده تقريبا 5 ساعات ولقيت البطارية خست اقل من النص، يعني كان لسه معايا اكتر من 60% من البطاريه. انا حتى مش عارف خلال الشهر الاقي يوم ان انا اقول لكم خدت فيه كام ساعه استخدام على مدار اليوم، لاني مفيش ولا يوم نهيته وانا معيش لسه بطاريه. دي حاجه كويسه جدا، ليه؟ عشان تستفيد من ميزه الحفاظ على البطاريه الجديده، فتقدر توقف الشحن بتاع البطاريه عند 80% اجباري، وبكده هتحافظ عليها وتعيش عمر اطول. لو انت معاك البرو الصغير ما اعتقدش انك هتقدر تعمل كده، لان
هتبقى محتاج عمر البطارية الطويل ده لما توصل البطارية 100%. بس عامة قبل أضافة شيء جديد يخليك تعرف صحة بطاريتك عاملة ايه دلوقتي، وهي انك تعرف عدد دورات الشحن من خلال الجنرال سيتنجز. بالتأكيد دي هتكون حاجة من الحاجات اللي هتفرق جدا سعر الايفونات المستعملة. النصيحة العامة اللي هتفضل دايما ثابتة، اتبع الوسائل الاحترازية عشان تحافظ على بطارية موبايل. اشحن بشحن اصلي من شركة مضمونة، حافظ على ان نسبة البطارية تبقى من 20-80%، ولا تفزع من الصحة بتاع البطارية الا لما تقل عن 80%، وسيبها على الله واستمتع بطريقة الشحن الجديدة اللي هتشحن بيها الايفون 15 برو من خلال منفذ الـ USB-C. اكيد اول ما تستخدم الجهاز ده هيجيلك لحظة وانت بتعمل اجراء عادي جدا في يومك، وتيجي تلاقي الموبايل بطاريته قليلة او عايز تعمل اي حاجة تانية، وتيجي تحط كابل كده لايتنينج تلاقيه مش راضي يخش. انت بتخشش ليه؟ وتبتدي تفتكر ده البورت اتغير بقى USB-C. لو حصل لك كده ما تقلقش، بيحصل في احسن العائلات. اللي اقدر اكده لك انك هتتعود وهتبسط جدا، وهتبسط لو انت برضو جوه الايكو سيستم، ان انت هتشحن الماك والايباد وايفونك دلوقتي بكابل واحد. حتى الايربودز برو 2 جديده بتيجي بي USB-C، والساعه بقى فيها شيء خطير جدا، فكره انك تقدر تشيل معاك كابل واحد تشحن بيه الساعه من الايفون مباشره، وشحن الساعه ده بيشحن الايربودز برو 2، والاثنين بيلزقوا بمغناطيس. شيء جميل قوي الصراحه. لو في شيء مزعج في USB-C هو ان في ناس اكيد استثمرت فلوس كتير في اكسسوارات بتدعم اللايتنينج، فما فيش اي حل مع الاكسسوارات دي دلوقتي غير انك ترميها وتجيب واحدة جديدة، او تستخدم دونجل ادابتور قبل ببيعه، واللي هو بصراحة يعني من اكتر حاجات المستفزة اللي في الدنيا. يعني حفظا للكرامة بيع الاكسسوار ده وهاتلك اكسسوار بيدعم USB-C. الشيء اللي حصل في الدنيا مع USB-C وكان فعلا خطير جدا، وهي سرعة الشحن. انتوا عارفين الجهاز ده بيشحن 60% في نص ساعة بنفس رؤوس الشواحن. انا ما استخدمتش اي شاحن جديد، وهو الارقام الرسمية ما زال بيسحب 27 واط من الحيطة بس. يعني دي كده سرعة شواحن موبايلات اندرويد تانية بتيجي بارقام واطات اعلى، فكانت فرصة كويسة جدا لأبل انهم يستخدموها في التسويق صراحة. ما اعرفش ازاي ما استخدموهاش. الشيء الجميل التاني في USB-C هو نقل الداتا. في USB-3 كنترولر جوه هذا المعالج بيخليك تنقل داتا للكمبيوتر او للمساحات الخارجيه ب 20 ضعف سرعه اللايتنينج بورد. وافتكروا الموضوع ده كويس، لان الـ USB-C والـ A17 برو هما الممكن الحقيقي لان الايفون 15 برو يبقى الموبايل الطفره اللي بكلمكم عليه، واللي معاه هتاخد اكتر نظام كاميرات متطور في تاريخ الايفون. يلا بينا نتكلم عن اهم حاجة في هذا الايفون واللي عشانه بتسمى برو ايفون. لما بقول ان الايفون ده طفرة، السبب رقم واحد في نظري الكاميرات. ولو انت شايف ان الكاميرات مش هي العنصر اللي ينفع نقيم بيه الجهاز ده طفرة ولا لا، يبقى انت المفروض توجه نظرك اكتر للايفون 15 العادي او الايفون 15 بلس. وربما لما تبص لشكل الجهاز من ورا هتقول مفيش تغيير قوي، هما نفس الثلاث عدسات. وده لان التغيير اللي حصل هنا الفضل فيه يرجع باكبر قدر للمعالج A17 برو. برغم ان معانا هنا سنسور اساسي 48 ميجا بكسل زي الايفون 14 برو ماكس من قبله، اختلفت الاقاويل هو نفس السنسور ولا سنسور جديد، بس مش ده المهم. المهم ان مع الايفون 14 برو ماكس استخدام ال 48 ميجا بكسل كان قرار انت محتاج تاخده. لما تكون عايز تفاصيل كتير بتفعل الرو مود وتستخدم ال 48 ميجا بكسل، وتاخد ملف حجم كبير جدا، عواقبه وخيمه على مساحه التخزين. ولو مش مهتم بتفضل على الوضع الافتراضي اللي بياخد صور 12 ميجا بكسل، بتعاني من مبالغه في الحده لتعويض الريزولوشن القليل. ولكن دلوقتي مع المعالج السريع الحديث مكنك انك تاخد صور في الوضع الافتراضي 24 ميجا بكسل، وده بفارق حجم بسيط جدا عن الصور ال 12 ميجا بكسل. ولكن ما تفهمش غلط، الفارق البسيط في الحجم بيجي معاه فارق مهول في التفاصيل. حتى لو انت مش بتعمل زوم نهائي في الصور هتشوف فرق في التفاصيل، بس لما تعمل زوم هيبان لك قوي ان خلاص ما عادش فيه مشكله الاوفر بروسيسنج. ده شيء رهيب، لان فعليا بقينا بناخد الصوره اللي بهاي ريزولوشن دي بتكت زرار، ما فيش اي لاج. في موبايلات بتصور 200 ميجا بكسل، بتصور 50 ميجا بكسل، ولكنها بتاخد وقت. لكن هنا انت بتاخد صوره 24 ميجا بكسل في جزء من الثانيه، وصوره لا تقارن بالوضع الافتراضي بتاع كل الموبايلات اللي هو بيبقى 12 ميجا بكسل. في خبر صار لملاك الايفون 14 برو ماكس، اضاف وضع التقاط صور 48 ميجا بكسل بشاتر لاج اقل وبحجم اقل، وضع اسمه HEIF ماكس، وده برضو موجود في الايفون 15 برو ماكس. لما بتتك على الزرار ده بيطلع لك اوبشن الاختيار، تاخد صوره 48 ميجا بكسل بكودك HEIF اللي بيجي بحجم اقل، ولا تاخد بقى كل المعلومات مع الصوره رو 48 ميجا بكسل او رو 12 ميجا بكسل.
ميجا بكسل، 48 ميجا بكسل اسمه رو ماكس، وده اللي انا سايبه طول الوقت، يا بفعله يا بطفيه، عشان لما ببقى عايز الهاي ريزولوشن ببقى كمان معاه عاوز كل معلومات الصوره اقدر اشد واجذب فيها زي ما انا عايز. ويمكن ده احسن رو مود من اي موبايل، عشان بيبقى معمول عليه معالجه فعليا، معالجه بتقلل النويز في الشادو وبتديك كم هائل من الدايناميك رينج. وعلى ذكر الدايناميك رينج، السمارت اتش دي ار 5 حصل فيه نقله كبيره جدا، ولا زمن ان السماء تبقى ملسوعه كليا في الايفون. دي كانت مشكله حقيقيه يعاني منها الايفون 14 برو. دلوقتي الانتقال من السماء للشمس تدريجي اكتر. الشمس هتلسع طبيعي، بس الانتقال بيبقى ناعم وطبيعي. انا دايما عندي اختبار تعجيزي كده للدايناميك رينج بتاع الموبايلات، لما بصور في حته فيها ظل شديد وفي ظهرها نور شديد واتك عمدا على الظل، دايما الايفون كان بيفشل في هذا الاختبار ويلسع النور تماما، لكن دلوقتي في تحسن ملحوظ. الحقيقه الاس 23 الترا لسه متفوق في النقطه دي، ولكنه بيعاني من مبالغه شويه في تقليل المناطق المنوره، وده اللي بيخلق هالات ضوئيه غريبه حوالين العنصر المنور. يعني شوف هنا حوالين الشمس عمل ايه، عمل دايره صفراء غريبه كده، واللي هي طريقه معالجه تحس ان شخص هاوي اللي معدل الصوره. انا افضل اللوك الطبيعي اكتر، وانا شايف تحسن كبير في الايفون 15 برو ماكس، وباخد مع المعالجه الجديده بتاعته كمان كونتراست احسن والوان احسن. ومشكله اللينس فلير المزعجه جدا اللي كانت موجوده في الايفونات من زمان قلت هنا كتير، شوف الدوائر والحلقات الكتير اللي بيظهرها ال 14 برو ماكس. بس برضه لما تحطه جنب سامسونج لسه متفوق في الحته دي. حتى الدايره الخضراء اللي هي بتاعت انعكاس العدسه بتاعه الكاميرا مش موجوده اصلا في السامسونج. من الحاجات اللي قبل ركزت عليها قوي في الايفون 15 برو ماكس هي البورتريهات، وسمى ده الجيل الثاني من البورتريهات، واللي مكن ده برضه هو المعالج الجديد. المعالج ده قوي جدا لدرجه انك لما بتلقط صوره مش بس بتكون من غير لاج، وبتكون بريزولوشن عالي حتى 24 ميجا بكسل في الوضع الافتراضي، لا دي كمان بيكون مدموج فيها معلومات العمق، بحيث في اي وقت لو دخلت جوه الاعدادات تحولها لصوره بورتريه، وتختار كمان الشخص اللي يبقى عليه الفوكس. ده بيبقى معاك لما يظهر لك حرف الاف ده في الصوره، اعرف انك كده بتلتقط صوره عاديه او صوره بورتريه. وحاجه تانية ذكيه جدا عملوها، انه اداك اربع مستويات من الكروب او القص من السنسور الاساسي اللي بريزولوشن عالي. السنسور ده قدامه عدسه 24 مللي، فلما تقص منها تقدر تاخد بعد 28 مللي، وتقص كمان وتاخد 35 مللي، وتقص كمان وتاخد 2x كروب وتاخد عدسه 48 مللي، كل ده من عدسه واحده. ولان الكاميرات دلوقتي بتدار بالذكاء الاصطناعي، فقبل حاولت تحاكي الديستورشن بتاع هذه الابعاد. هتشوف الفرق لما تاخد صوره بنفس مستوى الزوم لملامح وش، كل ده من نفس العدسه، هتلاقي الفرق بتاع الديستورشن باين. ولا تنسى ان كل الصور دي معاك فيها معلومات العمق مدمجه، فتقدر تحول الصوره دي لبورتريه. وهنا بقى بيتخلق الوضع اللي انا حبيته جدا، ال 35 مللي اللي هو 1.5x كروب من الكاميرا الاساسيه، لما يلتقط هاي ريزوليوشن 24 ميجا بكسل، وفي نفس الوقت الصوره يكون فيها معلومات البورتريه. ده بالنسبه لي البورتريه مود الغير رسمي المثالي، لان انا ما بحبش التقط ال 1x بورتريه الواسع جدا ده، مش بحس ان ملامح الوش بيبقى شكلها حلو قوي في الوضع ده. ولما تبص بقى على الصور دي جنب ال 1x بورتريه من الجيل الاقدم اللي هو ال 14 برو ماكس اللي كان 12 ميجا بكسل افتراضي، هتلاقي تفاصيل اقل بكتير، وهتلاقي سوم المعالجه كان بيعاني من مشاكل في الدايناميك رينج والكونتراست. والافضل على الاطلاق العدسه التليفوتو الجديده الحصريه للايفون 14 برو ماكس. لازم تجيب الماكس عشان تستفيد من العدسه دي، عدسه 5x بتديك بورتريه بما يعادل عدسه 120 مللي. العدسه دي بتيجي بتصميم اسمه التيترو بريزم، والمميز انها بفتحه f2.8. انا كنت فاكر العدسه دي تبقى فكسانه عشان بعيده قوي، لازم ترجع كتير قوي عشان تجيب وش الشخص في الصوره، لان دايما العدسات البورتريه الممتازه بتبقى 85 50 مش 120 خالص. ولكن انا كنت غلطان. ايه الحلاوه دي؟ شوف طحنه الملامح عامله ازاي، شوف الباك جراوند مطحونه ازاي، والعدسه دي بتطلع تفاصيل ممتازه في كل ظروف الاضاءه. تطور كبير جدا عن الجيل اللي قبلها وعن كل المنافسين اللي بيجوا ب 3x، تفاصيلهم اقل والوانهم غير طبيعيه جنب الايفون السنه دي، بالذات في الصوره دي. شوف الصوره دي حلوه ازاي، شوف تحديد الاطراف ممتاز ازاي. للي مش عارف يعني اظن واضح، انا اقرع، فهو شاف بواقي الشعر اللي عندي وقصها. انما ال 14 برو ماكس ضايع تماما، والسامسونج كويس ولكنه مش دقيق قوي زي الايفون كده. ولا الالوان، شوف لون الجلد جميل ازاي، شوف لون الاحمر بتاع الكراسي اللي ورايا عامل ازاي. بجد يا جماعه عدسه خرافيه، واكيد طبعا بتديك مرونه الزوم بقى في الصور العاديه، فتقدر تصور المباني البعيده، قرص الشمس، عمرو دياب، الحاجات البعيده دي. ولكن الصراحه يظل الزوم المجنون اللي بيعدي بقى ال 10 اكس دي حاجه حصريه للموبايل اللي يقدر يوصل بالبريسكوب لينس ل 10 اكس اوبتيكال اللي هو الاس 23 الترا.
المتفرد في الزوم. وبعيدا عن الزوم فانت معك برضو عدسة ألترا وايد لازال بتشتغل انها تقرب للعناصر وتفوكس عليها وتديك الصور الماكرو اللي الناس كتير قوي بتحبها. مشكلتي مع تصوير الماكرو من الايفون ان العدسة الاساسية اللي انا بحب اقرب بيها قوي للعناصر عشان بتديك عزل كبير مسافة الفوكس فيها قليلة شوية، فلما تقارنها بموبايل زي الاس 23 ألترا هتلاقيه بيقرب اكتر بيعمل عزل اعلى. الايفون يفشل انه يطلع كل هذا العزل، بس اللي ما فشلش في الايفون انه فعلا يحقق الرؤية اللي ابل قالت عليها انه سيستم يديك 7 عدسات من 3 عدسات بس. ولو عايز تلخيص كده لاكتر الاشياء ابهارا في هذا السيستم هو البورتري الفايف اكس وفكرة انك بتلتقط صور افتراضية 24 ميجا بكسل والسمارت اتش دي ار 5 الجديد. اسلوب المعالجة اللي فعلا بيديك صور حلوة بالنهار وكمان في ظروف الاضاءة الاصعب، الديب فيوجن بيشتغل، الفوتونيك انجن بيشتغل، النايت مود بيشتغل حتى لو هيديك صور ب 12 ميجا بكسل بس، لان على حسب ظروف الاضاءة ال 24 ميجا بكسل ممكن تقف، ولكن في جميع الظروف بتاخد تفاصيل رهيبة. والحدة يا جماعة ظبطوها قوي، والاسودات اللي السودات بقت مظبوطة قوي، شوف لما بتصور السما بتبقى مظبوطة ازاي، بتبقى سودة بجد، بتبقى كأنك بالليل بجد. وشوف لما تصور في ظروف اضاءة تخلي لون الجلد سيء بيظبطها ازاي، حتى لو الاضاءة مصفرة، حتى لو انت في اضاءات شوارع مصفرة وحشة بيظبطها ويديك شاربنس جميلة قوي ولون جلد جميل قوي. يعني الصورة دي بالتحديد شوف التفاصيل كتير ازاي لدرجة انك ممكن تقص كل حد فينا وتبقى صورة حلوة لوحدها. عامه ما فيش عدسة خذلتني بالليل، اساسية بقى الترا وايد دايما التفاصيل كتير، حتى الزوم حلو بالليل، حتى السيلفي حلو بالليل. السيلفي يعني عامه ككاميرا ما اتغيرتش، ما زالت 12 ميجا بكسل في كل الظروف، الإضاءة هتديك صورة مشابهة جدا مع تحسن المعالجة اللي حصل بسبب السمارت اتش دي ار اللي بيديك نوعا ما لون جلد احسن شوية وديناميك رينج محسن حاجة بسيطة. تعالوا بقى نتكلم عن تصوير الفيديو. مع الايفون في كذا وضع بتصور بيه فيديو، عندك ال HDR فيديو اللي بيصور 4K وما زال بيديك احسن تفاصيل واحسن الوان واحسن دايناميك رينج في اي موبايل في العالم، بس نقدر نقول في ال 15 برو ماكس الوضع ده اخد ثقة اكبر بحيث انه ما عادش متردد كده لما بتنتقل من حتة مظلمة لحتة منورة، الانتقال بيبقى اسلس، في تغير تدريجي لتفتيح او تظليم المشهد، وكمان الحل بتاع اللينس فلير واضح اكتر في الفيديو عن الصور. وعندك جوه السيتنجز اوبشن جميل قوي دلوقتي اضاف انك تقفل الوايب بالانس من انه يتغير بشكل اوتوماتيك بمجرد ما تبتدي الريكورد، عشان لو ابتديت بلون يفضل مكمل معاك ما يتغيرش اثناء التصوير. ولكن التحسن مش بس في الوضع ده، عندك كمان وضع السينيماتيك مود، تحديد الاطراف بقى احسن كتير، التفاصيل احسن كتير. اي نعم مش زي ال4K الفيديو العادي، مازال السينيماتيك مود سوفت شويه عن الفيديو العادي، بس اضافت ميزه انك تقدر تزوم اثناء التصوير من الكاميرا الخلفيه، دي حاجه ما كانتش موجوده قبل كده. وكمان عندك الاكشن مود اللي بيشتغل من كل الكاميرات بكواليتي 2.8K، وفكرة انه بيشتغل مع العدسة الـ 5X شيء مرعب. يعني حتى لو ايدك بتتهز اهتزاز غشيم جدا برضو الصورة بتطلع ثابتة، ده لو شيء مهم في اي عدسة هيكون الاكثر اهمية في العدسات التليفوتو، العدسات البعيدة. ونيجي بقى لاخر وضع واهم وضع وهو البروريز فيديو، اتكلمت عنه قبل كده في فيديو الانطباعات، وهو كودك بيستخدم من قبل كاميرات كتير جدا في عالم السينما، كودك مليان معلومات وفي نفس الوقت خفيف في المونتاج. اتقدم مع الايفون 13 برو ولكن دلوقتي اضاف عليه اوبشن انك تصور ببروفايل فلات اسمه ابل لوج زي السوني اس لوج او الكانون سي لوج، يديك صوره فلات تخش جوه المونتاج تلونها وتشد وتجذب فيها زي ما انت عايز، ويديك طبعا كم هائل من الدايناميك رينج. ولكن الاكثر اهميه من الدايناميك رينج في وجهه نظري هو الشاربنس والحده، دي كانت مشكله دايما الايفون اللي بتخليني اقفشه في اي وقت، والكونتراست اللي زيادة قوي اللي قبل بتعمل كده عشان يبقى الصورة واضحة ومشبعة، ولكن في السينما احنا بنبقى عايزين الصورة تبقى فلات اكتر، وده اللي بيديهولك الابل لوج مع تصوير البروريز اللي هو كودك قوي جدا ما فيهوش بقى اي كومبريشن ارتفاكتس ولا اي مربعات غريبة تظهر لك في الجوانب مع الحركة ولا اي حاجة. الموضوع مبهر يا جماعة لدرجة ان انا صورت فيديو على يوتيوب للاونر 90 وصورت كل البي رولز اللي نوع مشهد اسمه بي او في اللي هو انا كاني ماسك الموبايل في ايدي وبوريهولك، صورت كل المشاهد دي بالايفون بالابل لوج بروريز وحطيتها في الفيديو ومحدش حس. وحتى لو البروريز كان موجود قبل كده فهو كان فيه مشكله ان هو فايلات حجمها عملاقه،
انا محتاج ايفون 1 تيرا عشان اعرف اسجل عليه. وهنا يجي دور اليو اس بي سي اللي زي ما قلت لكم افتكروا عشان هيكون له سبب ودور في ان هو يخلي الايفون ده طفره، لان مع الايفون 15 برو ماكس تقدر توصل اس اس دي بالموبايل من خلال يو اس بي سي وتصور مباشره على الاس اس دي. بروريز ابل لوج لغايه 60 فريم في الثانيه، بيرولات للصبح بقى، ومش محتاج حتى تنقل الفايلات، يعني خد الاس اس دي حطه على الكمبيوتر اشتغل على طول. ازاي دي مش طفره والنبي؟ الناس اللي معترضه على ان ده طفره يعني قولوا لي موبايل تاني بيعمل كده. مش بس موبايل ده، دي حاجه تدمر بيزنس بعض شركات الكاميرات على فكره. بعدين في الكاميرات انت بتصور بتبص على اشياء صغيره بإضاءة قليلة وألوان مش أحسن حاجة، لكن انت هنا الفيو فايندر بتاعك آيفون، شاشة آيفون، انت فاهم احنا فين؟ انا اتمنى بس ان شركة اكسسوارات تعمل لنا سيت اب منطقي عشان ما يبقاش الموضوع مدلدل قوي كده، المنظر ده مش مريح خالص. كنت اتمنى يبقى في حاجة زي لات او فيو اسيست احطه على الفيو فايندر عشان ما يبقاش شايف صورة فلات طول الوقت، اقدر احكم على المشهد احسن يعني. واتمنى يبقى في مانوال كنترولز، بس طبعا تقدر تنزل برنامج خارجي زي بلاك ماجيك كاميرا وتقعد تعمل المانوال كنترولز اللي انت عايزها وتسجل 60 فريم 4K بروريس كمان على الجهاز من غير الهارد الخارجي. بس عشان ما اكذبش عليكم، انا لقيت نفسي بستخدم الكاميرا اب عادي جدا لانه اسهل وايسر وبيديك تجربة الايفون السهلة اللي احنا متعودين عليها ولكن بكواليتي الكاميرات الميرورلس. انا بكلمكم جديا، السيت اب ده حاليا هو مش هيستبدل الكاميرات في الاستوديو ولكنه هيبقى خيار مثالي للتصوير في الرحلات والسفر، ومش محتاج اخد معايا عده في الظروف دي، او لو عايز اصور في مكان ومش عايز حد ياخد باله مني. فيعني لهذه الاسباب هذا الايفون هو ايفون طفرة. طيب انا عارف ان بعد حتى ما شرحت هذه الاسباب الناس كتير اتخانق معايا ان لا ده مش ايفون طفره، وحصل بالفعل في الفيديوهات السابقه يعني، بس انا متفهم جدا ان كتير من الاصوات دي نابعه من سعر الجهاز اللي اول ما نزل كان فعلا مبالغ فيه. في الايام الاولى من الاصدار سعر الايفون 15 برو ماكس في مصر وصل 100,000 جنيه اللي هو كان ثمن عربيه في يوم من الايام، اولا بسبب انهيار سعر الجنيه، ثانيا ان في الايام الاولى بسبب ندرة الجهاز ان الكمية اللي متوفرة في السوق قليلة، فاللي بيتحصل على الجهاز بيبيعه بسعر عالي، والكلام ده في الامارات، فما بالك بقى عما يوصل لمصر، يعني طيارة وجمارك ومصاريف شخص مسافر. فانا مش عايزك تبص على الاسعار اللي جت في الاول دي خالص، انساها من دماغك. اللي محتاج تعرفه ان الجهاز ده سعره رسميا في السوق العربي يعني في الامارات اللي فيها ابل ستور سعره 5100 درهم، يعني بالامريكي 1400 دولار. ايوه اغلى من السعر في امريكا، جهاز ده سعره في امريكا 1200 دولار عندنا بيتباع ب 1400 دولار، فال 1400 دولار عم يجي لك مصر في حدود 60,000 جنيه، هل هو بقى يستحق 60,000 جنيه؟ في الحقيقه انت لو مش هتستفيد من المزايا اللي عشانها الموبايل ده طفره وبالتحديد الكاميرات، ففي ظل الظروف الاقتصاديه اللي احنا بنعيشها لا ما يستحقش، حتى لو معاك الفلوس دي يعني خليها معاك احسن. اما لو انت عارف انك هتقدر تستفيد من الجهاز ده كمعده لشغلك، لو هتجيب منه فلوس يعني، سواء بقى كنت صانع محتوى او انفلونسر او فوتوغرافر او فيديوغرافر او حتى هاوي تصوير، فالاجابه ولاول مره يستحق التطوير من الجيل اللي قبله من ال 14 برو ماكس، لاول مره من زمان قوي ابجريد سنه واحده يبقى منطقي. وانا اقدر اقول ان اكتر حاجه جعلت من الايفون 15 برو هي الكاميرات. فلو الكاميرات بالنسبه لك مش الاولويه الكبرى، او انت عايز كاميرات حلوه كل حاجه بس يعني مش مهتم بالتفاصيل التقنيه بتاعه التصوير، يبقى انصحك جدا تبص على الايفون 15 العادي، لان ربما يكون احسن صفقه في عالم الايفونات من سنين. الريفيو بتاعه جاي قريب. طيب لو انت بتبص على احسن موبايل وخلاص وعايز احسن موبايل في السوق، اكيد المقارنة دي جت في ذهنك، الـ S23 Ultra والآيفون 15 Pro Max. والحقيقة الإجابة على هذا السؤال ده مش فير، مش منصفة، لأن ده جهاز عمره دلوقتي 8 شهور تقريبا، في حين أن الآيفون لسه جهاز جديد، فالمقارنة هتكون عادلة أكتر لما الـ S24 Ultra ينزل. ولكن بالرغم من ده أنا أقول لكم على نتيجة المقارنة بينهم. لو سعر مش مشكلة بالنسبة لك، الآيفون 15 Pro Max متميز قوي في الكاميرات، متميز قوي في البطارية، إعادة التصميم بتاع الهيكل خلت وزنه أخف بكتير من الألترا، عشان كده بالتأكيد أنا شايفه هو الفائز في هذه المقارنة. ولكن لو حطينا في الاعتبار السعر، الألترا هيقدم لك 90% تقريبا من اللي بيقدمه الـ 15 Pro Max بفرق سعر مهول. الجهاز ده ممكن تجيبه ب 38,000 جنيه مصري، ايه الايفون ب 60,000؟ فلو سعر جوه اعتباراتك باي شكل من الاشكال اكيد روح للـ S23 Ultra. انا عن نفسي الموبايل اللي هختار ان انا اسيبه في جيبي السنه دي كموبايل الرئيسي هو
ال 15 برو ماكس حتى ان يصدر موبايل يغير رايي. المهم انت شايف ايه ده لو لسه شايف حاجه اصلا بعد ما قعدت تتفرج على فيديو 40 دقيقه؟ اظن في كتير منكم ناموا بقالهم فتره، فيعني لو انت لسه صاحي ولسه بتتفرج فشكرا ليك جدا بجد. انا عايز اقول لك يعني انت السبب اللي عشانه انا عايش معنويا وحرفيا، حرفيا عشان انت اكيد شفت اعلانات كتير قوي لغايه دلوقتي، فانا هاخد فلوس اكتر على هذا الفيديو، فدي حاجه كويسه. شكرا. وشكرا برضو على اللايك وعلى السبسكرايب اللي انت اكيد هتعمله ان شاء الله، واشوفك الفيديو الجاي. سلام.